فقرة نمبر 1 ناخدها مع حضراتكم. من وجهة نظركم في الماتش بتاع الإسماعيلي والأهلي، أفضل لاعب حسين شحات ولا كوكا ولا بيرسيتاو؟ بيرسيتاو. حسين شحات. ماشي. الإسماعيلي أنا من وجهة نظري عمل قطعة طيب خرافية. ماشي. خلاص. برضو الزمالك، ماتش الزمالك والبنك الأهلي، زيزو ولا شيكابالا ولا مصطفى شلبي؟ زيزو. أستاذ شيكابالا. شيكابالا. طيب أفضل لاعب لعب للإسماعيلي ثم الأهلي، عبد الله سعيد، بركات، سيد معو. بركات. ماشي. أفضل لاعب للأهلي ثم الإسماعيلي، بالعكس، سامي سعيد، أحمد سمير فرج، مجدي طلبة. طب أفضل لاعب في الجولة الثالثة، عمر كمال عبد الواحد ولا شيكابالا ولا زيكو؟ عمر كمال عبد الواحد بحسابات الكرة. هي. شيكا نجم طبعا. عمر كمال عبد الواحد. طيب أفضل مدرب في الجولة الثالثة، كابتن علي ماهر، كولر، أحمد عبد الرؤوف؟ كولر، وأحمد عبد الرؤوف ياخد جايزة خاصة. كولر. طيب أفضل حارس في الجولة الثالثة، جنش، شناوي، الهاني سليمان؟ شناوي. حظكوا يا شباب. شناوي. شناوي. شناوي شايل كذا. طبعا. مركز اللي انت بتقول عليها دي مركز بتاع الخبره. يعني كانت الامور اختلفت. يعني قول بوفهم بقى، قول زي ما انت عايز بقى. استاذ عصام بشكرك، نورت وشرفت. استاذ جمال بشكرك، نورت وشرفت، والحقيقه بنستمتع بيكم. ان شاء الله هيكون زميلي بكره اسلام صادق معاكم في البريمو. تصبحوا على خير.